هاشم علي علم من أعلام الثقافة اليمنية المعاصرة وقامة فنية سامقة وضعت اللبنات الأولى للفن التشكيلي في اليمن وأثرت الساحة الثقافية بروائع الفن التشكيلي البديع في مرحلة مبكرة تخطت حدود الزمان والمكان. هاشم علي مؤسس، أنا أعتبره في فرق بين الرائد والمؤسس. الرائد يأتي إلى مكان مجهول ويبدأ يطرح أفكارا، هاشم علي لا، إجا إلى مكان غني باللون وهو اليمن، متنوع المشاهد، جبال، وديان، خضرة، صحراء، بحر، ارتفاعات، انخفاضات، لون ترابي، لون أخضر، مطر، جفاف. أعتقد هذا التنوع في البيئة اليمنية أعطته فرصة أن يؤسس على شيء. هاشم علي هو الفن التشكيلي في اليمن، والفن التشكيلي في اليمن هو هاشم علي. هاشم علي عبد الله الدويلة من مواليد عام 1945 بإندلوسيا، تلقى فيها تعليمه الأولي، ثم انتقل مع والده إلى حضرموت، وهناك التحق بأحد المدارس الدينية، اكتذبته الفنون في الثامنة من عمره، فبدأ مشواره الفني بتعلم النحت على يد أستاذه علي الجفري. في عام 1955 توفي والده، فاضطر لترك الدراسة بحثا عن لقمة العيش، منتقلا حينها إلى عدن ليعمل في النجارة والبناء. بعد أحداث الثورة اليمنية المباركة انتقل الفنان هاشم علي إلى تعز في عام 1963 ليستقر فيها. في هذه المرحلة كان المجتمع اليمني يعيش ظروفا تتسم بالتقليدية على أكثر من صعيد، فلم يكن هناك أي اهتمام بالإبداع وخصوصا الفن التشكيلي، فقد كان للجهود الذاتية التي بذلها هاشم علي في شبابه الأثر الكبير في تجاوز هذه المعوقات، مثل تعلمه الإنجليزية التي ساعدته في الاطلاع على مختلف الفنون العالمية، وما هي إلا 3 سنوات من استقراره في تعز حتى افتتح معرضه الأول في عام 1967. جمع هاشم علي بين عظمة الإبداع الفني وتواضع الشخصية، الأمر الذي أذهل العديد من الكتاب العالميين الذين ارتادوا مرسمه ليتعرفوا عن كثب على عالمه الفني وعالمه الخاص. فهذه الكاتبة السويسرية لورانس ديونا عند زيارتها لمرسم هاشم علي في عام 1986 تقول عنه: كثير من الأوروبيين المثقفين ممن يحوزون على مكتبة ومتحف يعلمون عن فنهم أقل من هاشم علي اليمني المعزول في أقصى طرف الجزيرة العربية، فقد قرأ وشاهد كل شيء. هو قارئ ممتاز في الفلسفة، تناقشت معه وقرأت له بعض الأشياء في الآثار، كان يكلمني عن الآثار العراقية وكأنه عايش هناك، يعني آثار سومر وبابل ونينوى والحضر، وكان يتكلم عن الثيران المجنحة والمنحوتات الفراغية الكبيرة والريليفات النحت الناتئ في بابل وأسوارها وزقورات سومر، وكأنه عارف بهذا. وكذلك يتكلم عن آثار اليمن طبعا وتماثيلها القديمة وعمدتها، عن الفن المصري القديم، الفن الشام يعني في بلاد الشام. واعتقد هذا أعطاه تواصلا مع الفن عن طريق القراءة والخبرة.
بالرغم من المكانة التي وصل إليها هاشم علي بفنه وإبداعاته، فقد كان في سفر شبه مستمر رغبة في البحث والاكتشاف عن عوالم إبداعية أخرى. لم أكن أشعر يوم من الأيام إنني قد وصلت إلى ما أسدو إليه. دائما في الماضي كنت أجرب وأحاول وأجرب لأصنع الجمال من خلال فن الرسم، والحال الآن اللي حصل إن الفن هو اللي يحاول ويجرب في هاشم علي لكي يصنع إنسان. كان لمدينة تعز أثر كبير في تفتق موهبة الفنان هاشم علي، لما تحتوي هذه المدينة من تنوع فريد يجمع بين السهل والجبل، كما يجمع بين الأصالة والحداثة، وبين تسامح الإنسان وبساطته. من أهم العوامل التي تجسدت في هذه المحافظة لكي تكون هي المحافظة التي سوف يقوم فيها إلى أن وافته المنية، تقارب الشكل البيئي بين هذه المحافظة وبين الوطن الذي فقده الفنان، جعلها المعادل الموضوعي الذي يقابل هذا الوطن المفقود بكل ما فيه. وهناك عوامل أخرى، منها التشكيل الإنساني القائم في هذه المحافظة لعب دورا كبيرا في جعل الفنان يؤمن بأنها سوف تكون هي مقره الدائم. من المفارقة أن هاشم علي ظل طوال حياته يحلم بامتلاك سكن خاص يوفر عليه مشقة الإيجار، على الرغم من أن هذا الفنان ذائع الصيت ليس على مستوى الوطن العربي فحسب، بل وعلى مستوى العالم، فقد غدا منزله الذي يسكنه منذ 47 عاما تقريبا معلما من معالم مدينة تعز. دائما يدوروا الهولندي، حتى انه يعني بعض اللي مهتمين بالفن اليمني والهذا يقول معهم خارطة، من ضمن الخارطة شارع 26 وشقة الاستاذ هاشم والمنزل اللي فيه. لانه مرة انا كنت في شارع جمال وده فيه اثنين من اجانب يسألون على شارع 26 والأول شارع 26 وقال يسألون على الفنان هاشم، فكان له علاقته يعني يزوره أحيانا من محب من السفارة الفرنسية، الملحق الثقافي من الهولندية، فهو موهوب يعني يعتبر رمز من رمز تعز. لم يذهب هاشم علي إلى العالمية، بل هي من أتت إليه، فقد ارتقى بفنه ولوحاته إلى مصافي العالمية، وشارك في العديد من المعارض الدولية التي حملت اسمه في كل من الكويت وقطر وليبيا وعمان والعراق وأمريكا وفرنسا وألمانيا. أعتقد أن العالمية تأتي للإنسان ولا يذهب إليها. يعني هاشم علي لما يشوفوا الآن بعض الزوار من الأجانب والعرب يحسون بروح الفنان داخله، فكان عمله الحقيقة عمل كادح وشاق بكد وبطولة يعني فردية. اللي يشتغل بهذه الطريقة مؤكد أنه يعبر إلى العربية والعالمية بالضرورة. توحد الفنان هاشم علي مع الفن كليا، وكان لا يدع الأشياء الأخرى التي تأتي من العالم المعاش تتسرب إلى اللوحة، فقد عاش طوال حياته مخلصا لفنه ولتلاميذه أكثر من اهتمامه بأولاده. عندما واحد ينجرف في مجال الفن يتحول إلى إنسان شبه صوفي هكذا، لا يهمه شيء، يهمه إيش العمل نفسه، سواء في حروب ما فيش حروب، في مجاعة ما فيش مجاعة، في فقر ما فيش فقر، عارف كيف؟ ما هو خارج العالم هذا، وأحيانا ينسى أولاده وينسى حياته الأسرية وكذا، ها هذا هو
وهذا يعتبر ما من العيوب. جل وعي الفنان بنفسه وبواقعه من خلال معرفته بعظمة اللحظة الإبداعية التي انطلق منها متجاوزا ما يحيط به من عوائق تحول دون ولادة الفن التشكيلي. أذكر في مرة أنا وياه نمشي وكنت قلت له أستاذ هاشم أنت بيكاسو اليمن، قال لي أنا أفضل من بيكاسو. قلت له ليش؟ قال لي لأنه بيكاسو عاش في مجتمع يعرف قيمة الفن، وأنا في مجتمع لا يفهم قيمة الفن مثل الذي ينحت في الصخر. ففعلا الأستاذ هاشم كان كبير بفنه. ولأن بداية هذا الفنان كانت في مجتمع تقليدي، فقد كان عليه أن يختزل الكثير من المسافات ليعبر بلوحاته عن الغد وعن طموحات الإنسان وتوقه إلى التحضر والعيش الكريم، موقنا بأن زمن هاشم علي آت لا محالة. مره جاك واحد اخوليه وشافته يعني ثقافته واتكلمه على الفن وعلى مدارس الفن، كان يعني مدرسه بحالها هو. فقلت له هذا موجود في اليمن؟ قلت ليش مش موجود في اليمن؟ قلت له بس هو بعث كذا. قال لها ضرب لها مثال، قال لها الفنان التشكيلي فان كوخ في قبل 200 سنه 300 سنه باع لوحاته، يعني ايجار المنزل ثمن ايجار المنزل وثمن الاكل اللي ياكله في المطاعم. لقد قدر لهذا الفنان أن يعيش حتى يرى ثمرة تلك البذرة التي وضعها ليحول حياة التصحر التي انطلق منها إلى واحة خضراء معشبة بروائع الفن التشكيلي بمذاهبه المختلفة وأجياله المتلاحقة. عاش الفنان هاشم علي في عزلة تامة بعيدا عن الأضواء، مفضلا الصمت ومنحازا إلى البساطة التي شكلت ميزة فنه، فكان الأسير الذي ارتضى لنفسه الأسر في عالمه الفني الخاص. هذه الجدلية بين عزلته وصمته واشتغاله الشخصي على عمله وانصراف عن الحياة العامة والوظيفة والمجتمع، وبين اندماجه بالمجتمع من ناحية ثقافية وتمثله اعتصاره للموضوع العام ونقله إلى اللوحة. ولأن الإبداع لا يولد من فراغ، فقد كان للنظام والوقت أهمية كبيرة لدى الفنان هاشم علي. فنجاح الفنان أو المبدع لا ينفصل عن مدى التزامه بالنظام والوقت. أهم الأسباب التي جعلت هذا الفنان يحقق كل ما وصل إليه هي مسألة النظام في حياته. النظام هذا بالنسبة له قانون، قانون يجب أن يلتزم به الفنان حتى يصل إلى كل ما يطمح إليه، لأن العشوائية في نظره لا تصنع الفنان. ولأن الممارسة اليومية والتأمل جزء لا يتجزأ من عمل الفنان والمبدع، فقد كان لهاشم علي طقوسه الخاصة عند مزاولته الرسم. كان هاشم علي شغوفا بالموسيقى، ولأن الموسيقى في كثير من الأحيان هي مصدر إلهام للمبدع، فقد ظلت الموسيقى الرئة التي تتنفس منها ألوانه، والمسحة الإنسانية التي لازمت ريشته، وروح الجمال في نفسه والضوء في لوحته، فكانت الموسيقى جزءا من المرسم وصناعة اللوحة. الموسيقى التي بها عمي المرحوم هاشم علي كان يعني دائما بيحب الموسيقى الأسبانية، تحديدا الفلامينكو، يعني كان يرتاح لهذه، كان يشرب، حتى كان عندي في قناة أسبانية كان سياحية كانت تجيب دائما هذه الموسيقى، فكان دائما يتابعها باستمرار. أيضا كان يحب السيمفونيات، بتستغرب إنه يعني عنده تقريبا جميع السيمفونيات الألمانية والبيتهوفن وهذا كلها موجودة عنده في البيت. فمن استغلال لحظة التأمل في الواقع إلى استغراق لحظة التأمل في اللوحة، هكذا كان الفنان هاشم علي يعيش مع اللوحة في حوار يستحضر فيه فلسفة اللون وصمت عقلاني يستحضر فيه اكتشاف الجمال. فرسم بريشته هموم وآمال الإنسان اليمني، الأرض اليمنية بتاريخها ومعمارها الطبيعية الموروث الشعبي. Oh!
أمارس في عملي النقد الذاتي الرؤية النقدية قبل ما أوقع عليها، هذا اللوحة مكتملة أوقع عليها، ثم لا يهمني إيش اللي بيقول النقاد أو غير النقاد أو هذا. إذا كان في 10,000 نقيض لما أفعله وفي شخص يفهم ويقول رأي صح، أنا يهمنا رأي شخص هذا. إن المتأمل في لوحات هاشم علي سيجد بأن هناك توازنا مدهشا بين الإنسان والطبيعة والحيوان، وهذا ما يؤكد موهبة الفنان في الرفع من قيمة الحياة. فاحتفاء هاشم علي هو احتفاء بالإنسان والطبيعة والحيوان. تتسم مختلف المراحل التي اجتازها الفنان هاشم علي بالتجربة والاكتشاف، فمنذ أن احترف الفن لم يستقر على مدرسة بعينها ولم ينتمي إلى نظرية معينة، مفضلا الاحتفاظ بحريته الفنية التي منحته الاقتناع بالاستقلالية. كل متابعي فن هاشم علي يعلمون أنه يجرب، يعني لا يستقر على مدرسة ولا على اتجاه فني واحد. هو يعني يبدأ بمرحلة، مثلا عنده مرحلة كانت تتميز بالفيجرتيف يعني النقل التشخيصي، فترة رسم تجريد أبستراكت، فترة رسم البيئة، فترة شوي خيال، مرات تشوف عنده كاركتير لبعض الشخصيات الريفية والحيوانات بالريف ومشاهد القرية، وأحيانا رسام مدينة يرسم الناس والشوارع والزي والانعكاس الوجوه، انطباع الأثر الحالة النفسية على الوجه. فهو إذن مر بمراحل متعددة، وأعتقد هاي هي الحرية التي تعطيها الدراسة غير الأكاديمية. في مرحلة التسعينيات دخل هاشم علي عالما خاصا ومدرسة جديدة ميزته عن غيره من الفنانين، إنها مدرسة اللون التي أبدعتها أنامل هاشم علي. نجد أن هاشم علي استطاع بقدرته الخاصة تطوير معارفه الإنسانية وابتكار أشياء جديدة أضافها للمحترف التشكيلي اليمني، ومن ضمنها هذا اللون وهذا التضاد وهذه الأعجوبة في مزج عجينته اللونية، بحيث أظهر الجبال كأنها بلورة، كأنها مثل الأحجار الكريمة، وحول القتامة إلى فرح، وحول الضوء إلى ضوء أكثر، وحول العتمة إلى انشراح كلي. وضع الفنان هاشم علي بصماته في النحت كما وضع أسس الفن التشكيلي في اليمن من خلال جداريته المشهورة بجانب كلية الآداب بتعز، والتي عكست تمسك الإنسان اليمني بأرضه وتاريخه ووحدته. الرقعة عندما تتوسع مجال الحيوي، وهذا أهمية المساحة، وأي واحد يفكر بتقسيم المساحة هذا إنسان متخلف ضد نفسه. كان الفنان هاشم علي يعيش حياته بكل فرح ومتعة، وبالرغم من دمعته الكبيرة إلا أن ابتسامته كانت لا تفارق شفتيه، فكان مرحا وقويا أمام قسوة الحياة. احنا في طريق صالة ماشيين بعيد رمضان قبل يتوفى هذا، سمع كذا فنان بالعود والمزمار وهذا، وقف وقفنا احنا نحسب ايش اللي شو وقف نزل هذيك الساعة وطلع داخل الله بالعيد بعيد رمضان قبل ما يتوفى الله يرحمه بهذا، يعني كان نحن نزلنا لازم هذا يقولوا هذا مجانين ولا ايش، احنا عاد احنا خارجين
يعني روح المعنوية وروح الحب لأول مرة أدخل البيت حقه أخزن أجي أشوف الأستاذ هاشم معه فرش هكذا صغير وميز خشب صغير والباقي بلاط مخزنين هكذا. لما شفت البيت حقه الوضع حقه يعني لا يلفى يعني يلفى له فعلا يعني كان طود تلاقي طود شامع ما في شيء يمشي تشوفه يلبس الملابس حقه وقضل وما تشوفه الراجل هذا على سنكة عشرة زي ما يقول المصريين. ما لك يا أستاذ هاشم؟ قال شوف الجيب فاضي اليوم. يعرف الأستاذ هاشم لما تعرف إنه ما في جيبه ولا ريال يعرف إنه البدلة يعني لابس مشيط و الله يرحمه الأستاذ هاشم. في صباح يوم السبت السابع من نوفمبر عام 2009 رحل الفنان هاشم علي بعد صراع مع المرض لقضاء إجازته الأخيرة في الحياة ليدون محبوه تلك اللحظة الأليمة بأجمل العبارات التي نعت رحيله. بعد أن أثرى وجداننا وأمتع أبصارنا بما أبدعه من لوحات ومنحوتات ارتقت به إلى مصافي كبار الفنان العالميين، رحل الفنان الكبير هاشم علي ورقدت ريشته الذهبية إلى جواره في رحلة صاعدة نحو عالم الخلود والبقاء. وبذلك يكون الفن التشكيلي في بلادنا قد فقد أباه الحقيقي وأصبح يتيما يتلفت في حسرة غير مسبوقة باحثا بين زملاء الراحل الكبير وتلاميذه عمن يواصل رحلة الألم والعذاب ليثبت لهذا الوطن وللعالم أن الفن لا يموت. كيف أرسم بالكلمات الفقيرة من رسم الحب بالضوء واللون بالريشة الذهبية، صور أحلامنا وشجون الوطن موحش وجه صنعاء بعدك ووجه تعز التي احتضنت حلمك العبقري ووجه عدن.